السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مادلين بدون فرن وبدون مول، وكيجي هائل وخفيف. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو، كذلك الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناة كنتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكنشكركم بزاف بزاف. وما بقى لي دابا غير نخليكم مع هذا الفيديو، فرجة ممتعة. هنا بالنسبه للمقادير، مقادير ساهلين. غادي نحتاج 3 البيضات فاني، جوج خمارات حمرين ديال 7 غرام. غادي نحتاجو كذلك عصير ديال البرتقاله، هنا ديروا واحد 4 المعالق. الصراحه انا اللي عصرت لي هذيك الليمونه كنهزها قبل ما نعصرها، كنحك القشره ديالها ومن بعد كنعصرها، يعني اللي خرجت لي كنستعمله. وغادي نحتاجو كذلك 4 المعالق كبار ديال السنيده، هنا كاس ما عمرتش ديال السنيده. الا كنتو غادي ما غاديش تزينوا هاد المادلين، ديروا السنيده، ديروا 5 المعالق حتى 6 المعالق. كاس ديال الحليب كما قلت لكم، هنا كنعبر بالكاس حياتي، يعني الكاس ديال الاتاي الصغير. 3 الكيسان ديال الطحين فورس ممتاز او لا على حسب الخليط، بعض الخطرات كندير غير 3، وبعض الخطرات كنزيد واحد نص كاس. دابا نشوف شنو غادي ندير. وهنايا هذا هو الكاس ديال العنبه، راه كبير على الاخر يعني ماشي قدو. كما قلت لكم نعبروا بالكاس ديال حياتي. هادو هما المقادير، غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. هنا بالنسبه للطريقه، طريقه سهله. غادي ناخذ الاناء غندير فيه 3 البيضات فاني وسنيده. هنا كذلك ممكن تهزوا هاد المقادير اللي ذكرت لكم كامله، ديروها في الخلاط الكهربائي وطحنوا الكل جيدا، ومن بعد كتزيدوا الخمارات. الطحين هو الاول يعني، ومن بعد كديروا الخمارات يعني بحال كيكه عاديه. غادي ندير قشره ديال البرتقال، ممكن ديروا القشره ديال الحامض كذلك، ديروا واحد شويه ديال عصير الحامض يعني ماشي مشكل. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، ماشي مزيان مزيان، غير هكا باش نحسوا بديك السنيده انها ذابت. غادي نزيد الحليب والعصير ديال البرتقال، صافي. غادي نبدا نزيد الطحين كما قلت لكم، هنا درت 3 كيسان ديال الطحين. غادي نشوف بعد الخطرات يعني كافيه ديك 3 الكيسان. بعد الخطرات كنزيد واحد نص كاس، حنا غنشوفو. ضروري كدير واحد القبصه ديال الملحه مع الطحين. غادي نخلط هاد العناصر هكايا، ومن بعد غادي نطرب. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان، وغادي نشوف الخمارات ما كنضيفهمش حتى الاخر، حتى نشوف العجينه انها هي هذيك عاد اللي كنزيد الخمارات. هنايا العجينه كما كتشوفوا خفيفه، غادي نزيد ليها 3 المعالق كبار ديال الطحين. انا بنت لي بان خاصها 3 المعالق كبار يكونوا عامرين ديال الطحين. صافي غادي نخلط الطحين مع العجين ديال الكيك. كما قلت لكم ضروري العجينه تجي بحال العجينه الكيك عاديه، ما تجيكمش خفيفه وما تجيش قاسحه. صافي كتجي بحال هكا، يعني تهزو الخليط ديال الكيك وكديروه فوق، يعني تيبقى داك الخط هكا الفوق. هانتوما كتشوفوا، صافي. هنايا غادي نزيد دوك جوج خمارات حمرين ديال 7 غرام، وهنا تيبقى لكم على حسب اش بغيتوا، واش تغطيوها وتخليوها ترتاح واحد ربع ساعه، اولا ديروا المقله تقليوها. غادي نقليوها ان شاء الله بحول الله، وما كتشربش الزيت نهائيا. راكم شفتوا كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه ودغيه، كتوجد ديال الضياف على غفله، الصراحه كتجي هائله.
انا غادي نزيد الخميرة حمرين، جوج خميرة حمرين ديال 7 غرام، وغادي نخلط الكل جيدا. كما قلت لكم انا غادي نغطيها باش نجمع المواعن ونغسل المواعن، ومن بعد نبدا نخلي فيها. يعني ما كاينش شي اختلاف، بحال بحال، ما كاين حتى مشكل. الا بغيتو تقليوها ديك الساعه قليوها، بغيتو تخليوها ترتاح شويه خليوها. صافي، هنايا خديت المقله، غادي نديرها تسخن، ومن بعد كنزيد الزيت غير واحد شويه، يعني ما كنكتروش الزيت. وغادي نبدا نهزك الخليط ديال الكيك، وغادي نبدا نقلي ان شاء الله. كندير المعلقه بهذا الشكل، هذا الطريقه راه ساهله وواضحه. بغيتو ديروهم كبار ديروهم كبار، بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار، يعني اللي بغيتو. غير ضروري من بعد ما يعني تخلينا الزيت مزيان، كنقصو على البوطه ونبداو ندير المادلين ديالي. بديت تقلى، صراحه راه كيجي رائع وكيطيب من الداخل. اما الا جهدتو البوطه غادي يتحمر والداخل تيبقى عجينه. ومن بعد ما كتشوفوا الزيت انها بردات، زيدوا واحد الشويه غير تسخن عاوتاني ونقصوا، وخليو هكا يا مادلين يطيب على خاطرو. راه كيجي رائع والطريقه سهله، يعني كتهزوا القياس اللي بغيتوا بالمعلقه كبيره وكتحطوه هانتوما يعني، وتنقلبوا هكا بشي فرشيطه دغيا. وكيجي رطب من الداخل الصراحه، اللي داقو ما غاديش يقول نهائيا انه مقلي في الزيت. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. انا غادي نخليكم واحد شويه باش تشوفوا يعني الطريقه، راه طريقه سهله وواضحه. وبالنسبه للتزيين تيبقى على حسب كل واحد وطريقته في التزيين. ممكن تزينوه هكايا بالشوكولاته وتهرمشو اللوز وديرهم من الفوق، ولا كاوكاو. كذلك ممكن تدهنهم بالكريمه لا كريم باتيسير وتزينوهم بالشوكولات محكوك، ياغورت كذلك دهنهم بالياغورت وتزينوهم بالشوكولات، او لا الكوك او لا اللوز. يعني تيبقى على حسب كل واحد طريقته. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع مادلين اللي عندي. واللي تقلات يعني وتحمرات كنحيدوها ونديروها في ورق النشاف. هي راه ما كتشربش الزيت كما قلت لكم، غير كنسقطروها مزيان من الزيت وكنحطوها نخليوها حتى تبرد، عاد اللي غنزينوها ان شاء الله. انتما كتقلبوها بسهوله وكيتنفخ، يعني نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. بالنسبه لي انا غادي نزينه بالشوكولاته هكايا مدوب، غادي ندير الخطوط الشوكولاته من الفوق، وغادي ندير اللوز والقرقاع، ومن بعد غادي نجيب هكايا سكر كلاصي كما كتشوفوا، غادي نديره هكايا من الفوق. وان شاء الله غادي نقدمه لكم الصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال المادلين، كنتمنى يا ربي تجربوه ويعجبكم. هنايا النص درتو هكا شويه كبير والنص درتو متوسط. غادي ناخذ هذه الكبيره هذه نقطعها باش تشوفوا كيفاش كتجي، يعني كتجي رطبه وخفيفه، مادلين من داكشي رفيع. نتمنى تجربوه ويعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك الفيديو، كذلك الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه نتمنى منكم تشتركوا في القناه، وكنشكركم بزاف. وما بقى ليا غير نقول لكم الى اللقاء والى حلقه مقبله ان شاء الله.